بداية صف لنا الأجواء لديك مع بلوغ الزيارة الأربعينية ذروتها، تفضل. نعم، اليوم قد بلغت ذروة الزيارة الأربعينية خاصة للزائرين القادمين من باقي محافظات العراق وحتى من باقي الدول المجاورة نحو كربلاء المقدسة. اليوم لغاية الآن هنالك إحصائية قد خرجت منذ يوم أمس، إحصائية قد وصلت أعداد الزائرين إلى كربلاء المقدسة ما يقارب 15 مليون. اليوم قد وصلت وتخطت أعداد الزائرين عتبة 18 مليون، ومن المتوقع أن تصل هذه الأعداد أن تعبر حاجز 20 مليون زائر خلال هذه الزيارة، وبانتظار اللجنة الأمنية في محافظة كربلاء أن تعلن الإحصائية الرسمية في مؤتمرها السنوي والذي سوف يعقد يوم غد. بنتيجة اليوم أعداد الزائرين الذين قد دخلوا عبر منافذ العراق البرية والجوية وحتى المنفذ البحري النهري المتواجد في محافظة البصرة قد بلغت ما يقارب 3,500,000 زائر أجنبي وعربي. هؤلاء الزوار لغاية الآن قد وصلوا إلى كربلاء المقدسة، ومنذ يوم أمس قد أعلنت خطة لتفويج العكس للزائرين من كربلاء المقدسة إلى باقي المحافظات العراقية. يوم أمس كان موجود وزير النقل وقد أعلن انطلاق الحملة أو انطلاق التفويج العكسي من كربلاء إلى باقي المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أنه قد استعان بخطوط النقل القطارات بتفويج الزائرين من محافظة كربلاء. يعني لغاية الآن عندما نتحدث عن أعداد قد تتخطى عتبة 20 مليون زار، هذه الأعداد تجد صعوبة جدا في عمل التفويج، على الرغم من حكومة كربلاء المحلية قد جهزت هنالك ساحات كبيرة تتسع للمركبات وللتفويج العكسي، ولكن لغاية الآن هذه الأعداد ربما هذه الأعداد من المركبات لا تستطيع أن تستوعب عدد الزوار المتواجدين في كربلاء المقدسة. على مستوى صحة كربلاء قد على مدار الأيام الفائتة فصحة كربلاء ساهمت بإسعاف ومعالجة ما يقارب 6 مليون زائر قد وفد إلى كربلاء المقدسة. هذه الأعداد ربما أعداد كبيرة جدا، ولكن الكل دائما يتحدث عن مشاكل في عملية التفويج العكسي. لغاية الآن لا توجد أي خطة حقيقية باستيعاب هؤلاء الأعداد. عندما نتحدث عن 20 مليون زائر يتم تفويجهم من كربلاء المقدسة باتجاه المحافظات الجنوبية وحتى باتجاه المنافذ الحدودية، فهذه أعداد كبيرة جدا تحتاج إلى خطة حقيقية أن تستوعب هذه الأعداد. الوافدين من منافذ البصرة وميسان والكوت ربما قد بدأوا بالتفويج العكسي ورجعوا إلى محافظاتهم. لغاية الآن حكومة كربلاء المقدسة قد تتابع عملية تفويج الزائرين وأيضا تتابع عملية الدعم اللوجستي ودعم الخدمات إلى المواكب الخدمية من خلال توزيع الثلج وتوزيع المياه. واليوم والآن أنا متواجد في الطريق الذي يربط ما بين سيطرة كربلاء أو القطع الأول لسيطرة الإبراهيمية وصول إلى كربلاء المقدسة. خلفي هو ربما أعداد ليست بكثير من الزائرين، ربما أغلب الزائرين قد وصلوا يوم أمس إلى كربلاء المقدسة وأتموا مراسم زيارة الأربعين، والأغلب قد رجع من مراسم الزيارة. اليوم ويوم غد سوف يكون في كربلاء، في وسط كربلاء زخم كبير جدا، وهذا الزخم يحتاج إلى تنظيم وإنسيابية عالية من أجل تفويجهم ووصولهم بسلام. بحسب ما صرح السيد محافظ كربلاء المقدس أنه سوف يكون ويتابع إلى آخر زار قد يكون في كربلاء ويتم تفويجه من كربلاء المقدس إلى منزله. طيب، هل هناك أي شكاوى أو مناغصات حصلت في هذه الزيارة؟ أم أن الأمور سارت على كما هو مخطط لها؟ يعني اليوم ربما الكل يتحدث عن وسائل النقل. نعم، الوزارات والجهد الحكومي المتمثل برئاسة الوزراء وكافة الدوائر الساندة وحتى المحافظات الجنوبية قد دعمت محافظة كربلاء بالمركبات والناقة، ولكن لغاية الآن الزائر يجد صعوبة جدا في عملية الرجوع العكسي إلى محافظته. نعم، ربما آلية الدخول الزوار إلى كربلاء المقدسة ربما تكون بانسيابية عالية، لا توجد قطوعات كبيرة، بينما هو القطع الأول من سيطرة من منطقة قنطرة السلام، وهذا القطع الأول الذي يبعد عن مرقد الإمام الحسين ما يقارب 2 كيلومتر، ربما هو بمسافة ليست بعيدة عن الزائر. لكن عندما نتحدث عن التفويج العكسي، يعني يوم أمس كنا في مرآب كربلاء الموحد، وهذا المرآب كان
يشكو من عدم وجود مركبات لتفويج الزائرين. الزائرين متواجدون بالآلاف داخل هذا المرآب ولا توجد أي مركبات داخل هذا المرآب. وربما أيضا لغاية الآن المركبات التي تنقل الزائرين إن كانت من الجهد الحكومي وحتى مركبات النقل الخاص تواجه مشكلة في آلية الدخول إلى كرباء المقدسة على مستوى زخم الزائر وحتى على مستوى آلية تسهيل دخولهم إلى كربلاء من أجل التفويج العكسي. في كل عام كربلاء المقدسة ربما يحدث هنالك مشكلة بسيطة ويعاني الزوار في هذه المرحلة في مرحلة التفويج العكسي ورجوع الزائرين إلى محافظة. ونتمنى أن تنجح الخطة الخدمية والخطة الأمنية لخطة كربلاء المقدسة بتفويج الزائرين وأن تمر هذه الخطة بسلامة وأن يصل كافة الزوار الأربعينية إلى منازلهم بسلام وبأمان. مصطفى الشمري مراسلنا، شكرا جزيلا لك.